هلو ماين ليبن شولر ان شولرنن ديس ارستن شوليارز. اهلا بكم طلابنا وطالباتنا الاعزاء، طلاب الصف الاول ثانوي، وفي حلقه جديده من حلقات اللغه الالمانيه. زي ما عودناكم في اول كل حلقه بنحاول نقدم لكم كل الشغيت او الليرنت سيل الخاصه بحصه النهارده. طبعا مع بدايه كل ليرنت سيل بنعمل اين كلاين فيدر هولونج على الجزء السابق اللي احنا اتعلمناه مع بعض. احنا لسه مع بعض في لكسيون اينز، وهنتعلم النهارده مع بعض اخر شغيت موجوده في لكسون اينز، وهي شغيت نمبر ايه دي ليرنت سيلا. الاهداف اللي هنحققها النهارده في حصه النهارده، اول حاجه هنعمل الجماين فيدر هولونج، يعني هنعمل مراجعه عامه على ايه، على الدويتش الفابيت وتليفون جشبريش اللي اتعلمناها مع بعض، وازاي نعمل بوخش تابيغن للنامين بتاعنا. وهناخد كمان الليرنت سيلا فاشغايت مانجروس وانميلد فورمولار، امتى نكتب الحاجه جروس والانميلد فورمولار هنتعلمها مع بعض النهارده، وده موجود في شغل دي. نبدا مع بعض النهارده باين ايبونج، نفتكر بيه الحاجات اللي اخذناها مع بعض ايه الحصص اللي فاتت. فازاجن دي بيرزونن ارجنسن دي داس جشبريش، قدامنا جشبريش زي اللي اخذناها قبل كده مع بعض، وعايزين نعمل ارجنسن للميسنج بارتس، الاجزاء المفقوده قدامنا. تعالوا نفتكر مع بعض كده الجشبريش اللي احنا سمعناها قبل كده مع بعض، كانت تليفون جشبريش فيرماتيليتك انيتا هيبر، قالت حاجه وكان الرد عليها جوتن تاك، يبقى اكيد قالت بيرفكت جوتن تاك. جوتن تاك مارتيليا، هترد تقول ماي نام ايست مارتيليا، ايست هير باخمان دا، هو مستر باخمان موجود. انتشولدجونج فراو، واضح ان الاسم كبير وشكله غريب مش عارفين حتى ننطقه، يبقى بتقول لها في است اير نام، اسم حضرتك ايه؟ مارتل لايرا. زي ما احنا شايفين هتبدا تعمل بوخش طبيرن، ايش بوخش طبيره؟ ام ا ار تي اي ال اي اي R A. بدأت تعمل بوخش طبيرا للحرف بتاع أو الحروف بتاعت اسمها. أخيا فغو مارتيليا. أوكي. استوت مير لايت. استوت مير لايت. هير باخمان إسنيش دا. وطبعا اتعلمنا في الحصة اللي فاتت الفرق بين استوت مير لايت وانتشولدجونج. برافو علينا. في آخر دايما كل تليفون جشبريش بنقول أو فيدر هيرن، بيبقى الرد عليها برضو او فيدر هيرن. زي ما احنا شايفين رجعنا على كل الاجزاء المهمه اللي مرت علينا في التليفون جشبريش. لما حد بيكون اسمه كبير او انا ما سمعتوش كويس ومحتاج انه يعيده تاني، ابدا اساله اسمك ايه، فهو هيعرف ان هو ما سمعش الاسم فيبدا يعمل بوخش طبيرا للاسم بتاعه. وفي اخر كل تليفون جشبريش ده اللي يهمنا ان نكون عارفين بنقول او فيدر هيرن فايتر. زي ما احنا شايفين قدامنا التكست بتاع تيمو، هلو ايش بين تيمو اند لرن دويتش، ايش كوم اوس فينلاند، يتست فون ايش باي ماين فرويند انتون ان دوتشلاند. هنبدا مع بعض بقى يا بطل نحل دلوقتي الفراجن اللي موجوده على التكست ده، كلها اوس فيلن ليست دين تكست او دين فولجن تكست دان فيلت دي ريشتيج انت فورت اوس. طالب منك انك تقرا التكست زي ما قرناه مع بعض، بعد كده تختار الإجابات الصحيحة، وحط في بالك وإحنا بنحل الأسئلة ديت إنك في الآخر مطالب إنك تديني أينين تيتل للتكست الفاسون بتاع تيمو. تيمو لارنت إنجلش فينيش دويتش، عايزين نختار الإجابة الصحيحة من خلال التكست اللي قدامنا، وهو قال هو كان بيتعلم إيه. برافو عليكو، إيش ليرن دويتش، يبقى تيمو قال إيش ليرن دويتش. دايما في الحصص بتاعتنا بنصحك ان يكون جنبك كراسه وقلم تحاول تجاوب فيهم الاسئله اللي بتبقى موجوده قدامك وتشيك اجاباتك مع الحاجات اللي احنا بنقولها. تعالوا نشوف غاجي نمر تفاي على نفس التكست، في اين فغاجه على نفس التكست بتاع تيمو. فوها كوم تيمو، فوها كوم تيمو، طبعا اخذنا فوها كوم استدو يعني انت جاي منين، انا بسالك هنا تيمو جاي منين. زي ما احنا شفنا في التكست هو قال ايش كومت اوس فينلاند، يبقى تيمو كومت اوس فينلاند. بيرفكت فايتر. اي نفس التكست عليه
noch eine Frage. Anton ist Timus. هل أنتون دور بالنسبة لتيمو ليرر معلم فرويند صاحبه ولا كوليجي؟ ودي أخدناها قبل كده في التكست اللي فاتت، كانت بتعبر عن الزميل في مكان الدراسة. تمام، تيمو ist mein Freund، هو قال ich wohne bei meinem Freund تيمو، أنا عايش مع صاحبي تيمو، يبقى تيمو ist Freund، أنتون ist تيموس Freund، زي ما احنا قلنا في التكست mein Freund أنتون، أنا عايش عند صاحبي أنتون، يبقى أنتون ist تيموس Freund. نمر 4 jetzt wohnt تيمو in، طبعا احنا خدنا jetzt قبل كده معناها الآن. تيمو عايش فين؟ هو قال لك في التكست ich lerne Deutsch، ich komme aus Finland، jetzt wohne ich bei meinem Freund Anton in Deutschland. يبقى هو عايش فين؟ برافو عليكو، in Deutschland، يبقى هو عايش في Deutschland. يبقى احنا كده خلصنا كل الفراجن الموجودة الخاصة بالتكست بتاع تيمو. وصلنا بقى للجزئية المهمة اللي عرفتك عليها في أول تكست خالص قبل ما نقراه، وكنت طالبة منك تعمل لي اينن تيتل للتكست ده. تعالوا نقرا كده البونكت اللي موجودة قدامك عشان نختار منها عنوان للتكست بتاع تيمو. تيمو بجروست زاينه فرويند، هل التكست كان تيمو بيتكلم فيه ان هو بيصاحب او بيحيي اصحابه؟ نمر 2 تيمو شبغشت ايبر زاين هايماتلاند، هل تيمو كان بيتكلم عن موطنه؟ طبعا اخدنا هايماتلاند اللي هو الموطن. تيمو شتالت زيش فور، تيمو شتالت زيش فور، هل تيمو كان بيعرف نفسه؟ تيمو فر ابشيدت زيش، كان بيسلم على حد بيقول له تشوس. طبعا ممتازين، هو تيمو كان شتالت زيش فور يعني كان بيقدم نفسه، زي ما شفنا التكست وقرناه مع بعض اكتر من مره وحلينا عليه كل الفراجن. ودايما هتلاقي عندك في التكست ارفاسونج اللي بيقابلك في امتحان الالماني اول فراج فيه بيبقى اكتب لي اين تيتل او التكست ده بيتكلم عن ايه. فايتر حبيت كمان اراجع معاكم اعمل اين فيدر هورنج على الدويتش الفابيت. تعالوا كده نقولها مع بعض ونفتكرها. ا ب C D A F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z S Z A Umlaut A O Umlaut أ أو أوملاوت أ. يبقى أنا عندي دي كل الدويتش ألفابيت. هيفيدني في إيه إن أتعلم الدويتش ألفابيت؟ إن لما أجي أنطق الكلمات في الألماني أنطقها صح. وطبعا زي ما عودتك معايا أنت لازم تتعلم معانا الأربع مهارات، تقرأ وتسمع وتكتب وتتكلم. فايتر دي التليفون جشبريش اللي إحنا أخدناها قبل كده مع بعض اللي كانت بين فيرماتيليتيك إرس فايل جوتن تاج، جوتن تاج ماي نام إيست أوزا، البضابطة دي فراوز الموجودة، جوتن تاج هيركا كوزا، إنتشولدجونج دي إيست إير نام، كوزا إيش بوخش طبيري، كا ها أو إس آ، يا هي كوزا، توت مير لايت، فراوز إيست نيشت دا، يا جوت دانكي، أو فيدر هيرن. أو wieder hören Herr Kosa. ده نفس التليفون جشبريش اللي احنا حليناه مع بعض في أول الحصة، حبيت أوريه لكم قدامكم مكتوب كامل عشان الحاجات اللي فيه كلها مهمة وهتفيدك في إنك تستخدمها بعد كده في حل أي تكست قبلك. فايتر بوخش طبيعي نزيد عين النعم، هتحل معايا كده النعمين ديت طالب منك فيها انك تعمل بوخش طبيعن. طبعا الفعل ده مهم، بوخش طبيعن معاه سبل يعني استهجى، يبقى انت هنا هتتعلم معايا ازاي تنطق اسمك حرف حرف. خلي بالك معايا احنا نتعلم الالفابيت عشان ما نيجي ننطق الماني نتعلم ننطق صح. تعال نشوف كده، ده ايست نامه احمد ا ها ام
A D. Der nächste Name Schröder. Schröder. عايزين نعمل بوخشتابيرن للنامي ده. S C H R E D E R. كريم. K A R E M. Huber. H U B A R. يبقى دي كل النومين اللي احنا شايفينها قدامنا، عملنا كل البوخشتابن اللي فيها بوخشتابيرن. رايتر. وصلنا مع بعض لشغيت A وطالب منك فيها فورمولار اوس فيلن. شغيت A الهدف الاساسي اللي موجود في الشغيت ديت انك ازاي تقرا عين فورمولار وتملا البيانات اللي موجوده فيها بنفسك. تعالوا نبدا مع بعض نسمع الاوديو الموجود الخاص بالسيده اللي قدامك والريسبشنست الموجود قدامها ونشوف كده بيتكلموا مع بعض عايزين ايه. هنا ده الجست انفورماسيون اللي هو الريسبشن بتاع الضيوف ان احنا نقابل فيه الجست اللي موجودين في المكان. واسم الهوتيل هوتيل امير، ده اسم الاوتيل هوتيل امير. وهي بتعمل اوس فيلن لفورمولار، فورمولار اللي هي استماره بتملى فيها البيانات قبل ما تخش او تقعد في الهوتيل. ايه اللي بيبقى دايما موجود في الفورمولار؟ انك طالب منك تكتب الفاميلي نام بتاعك، فور نام، فاميلي نام اللي هو الفاميلي نيم اسمك العيله، فور نام الاسم الشخصي بتاعك زي ما احنا شفنا كده هي اسمها ماريا كريمزا، يبقى دوت الفاميلي نام والفور نام. وطبعا هتقول ايش هايس كريمزا، لان هي في المانيا بنتكلم باسم الفاميلي نام ما بنقولش اسامينا الشخصيه. شتراسه يبقى مطلوب منك تكتب عنوانك في الشتراسش اسم الشارع اللي انت ساكن فيه، والشتات المدينة، وطبعا اللاند اللي هي البلد وهي من جاية من ليشتنشتاين، والشتات اللي هي شان زي ما احنا شفنا كده هي عملت بوخشتابيرا لكل الدويتش الفابيت او البوخشتابن الخاصة بمدينة شان اس سي ها ا ان. زي ما احنا شفنا كده عملنا اين فورمولار اوس فولن، وعملنا كمان بوخش طبيعي لكل النامن اللي كانت موجودة في الفورمولار اللي هي كتبتها. مكملين مع بعض اين فورمولار او سفلن، وهنا جمعنا الفيشت جيفيرتا اللي قابلتنا في الجيش بريش اللي فات. داس هوتل دي هوتلز، داس است سينجولار و داس است بلورال. دير جاست دي جاست، طبعا اخذنا امير، داس است هوتيل امير يعني اوتيل على البحر. دي ريسبسيون اللي هو جيست انفورماسيون ريسبشن. شتراسه الشارع. داس فورمولا دي فورمولاري، ده البلورال فورم بتاعنا. في بيت، طبعا احنا سمعنا في بيت لما طلب منها حاجه وهي ما خدتش بالها قوي فراحت قايله له في بيت. كلا يعني صحيح. غشتش فالش، غشتش فالش يعني صحيح وخطأ. لاند شتات. فاميليا نامه فور نامه. يتس بس دو دغن، الدور عليك يا بطل انك تعمل لنا اوس فولن بيت ديزس فورمولار اوس فولن. يلا معاك بقى القلم بتاعك وتفضل نعمل اوس فولن للفورمولار. هنا عندي انميلدونج يعني هنسجل بياناتنا بخصوص ايه؟ بخصوص كورس ا1 1، هناخد كورس ا1 1 دوتش الس فرندش براخه، بتتعلم اللغه الالمانيه كلغه اجنبيه. طالب من سيادتك تكتب الفاميلي نامه، فور نامه، شتراسه، هاوس نمر رقم المنزل، بوست لايت تسال، بوست لايت تسال الرقم البريدي، وبعد كده نكتب الشتات اللي انت موجود فيها. طبعا انا هسيب لك دوت الس اين هاوس اوف جابه ان انت تحله لوحدك. يا ريت ترجع تاني للحصه وهي متسجله على قنوات البث المباشر وتحاول تحل معانا الايبونج دوت انك تملا اين فورمولار بنفسك. ايه الكلمات اللي هتساعدنا؟ خدنا كلمه دي كورس اللي هو الكورس، شبراخ كورس لغه، كورس لغه دويتش، كورس لغه المانيه.
دوتش als Fremdsprache. Fremdsprache. طبعا الكلمات دي مهمه، هتفرق معاك انك لما تيجي تكتب ايميل او تيجي تكتب اوفزاتس ويبقى موجود في الكلمات دي تعرف تكتب فيهم جمله. Fremdsprache يعني لغه اجنبيه، Muttersprache لغه ام، اللي هي اما اكون مثلا ich komme aus Ägypten يبقى انا ich spreche sehr gut Arabisch. Arabisch ist meine Muttersprache. اوكي. Postleitzahl الكلمه دي مهمه برضو انك تعرفها، ده معناه الرقم البريدي. حاجه كمان مهمه موجوده في شغيت ايه، اللي هي فيزيتن كارت. زي ما احنا شايفين كده فيزيتن كارت بتبقى اين كارت، كارت كده قدامي موجود فيه انسايج اعلان عن براكسس او عن مكان بتعمل فيه مثلا تدريب للسباحه او تدريب مثلا لركوب الخيل. الاين فيزيتن كارت اللي قدامنا دي بتتكلم عن دكتور ميديكا فريدريك البر، ده اسم الدكتور. ارست هاوس يعني عياده، ده البراكسس العياده رقمها، والبريفات ده الرقم الشخصي، موبايل ده رقم الموبايل، والفاكس ده رقم الفاكس. زيلبر جاسة ده اسم الشارع، ده الاشتراسه. نمر دغايت سين، سين ده رقم النمر بتاع العياده، وده بعد كده بنكتب رقم تاني بيبقى برضو تابع للزيلبرجاس شتراسة. طبعا دي ابكورتسونج، وهنعرف دلوقتي اختصار لايه. ده طبعا البوست لايت اتصال اللي بتكتب قبل شتات. تعالوا بقى نشوف فاس ist das. Das ist eine Visitenkarte زي ما اتفقنا مع بعض. Hier sind die wichtigsten Informationen auf einer Visitenkarte. ايه بقى هو؟ الاوف الفور نام، هتلاقي دايما فيه الفور نام والفاميليان نام. شتراسه زي ما احنا شايفين اسمه زيلبر جاسة. هاوس نومر زي ما اتفقنا ان هو ده الهاوس نومر. لاند البلد وطبعا اختصارها ا، وزي ما قلت لك ا معناها اوسترايش. انا كده بتكلم عن البلد اللي هي اوسترايش عن طريق الاختصار بتاعها ا. شتات المدينه، وهي هنا فين. طبعا فين دي الهاب شتات بتاعت اوسترايش، العاصمه بتاعت اوسترايش. بعد كده بيبقى الهاو البوست لايت اتصال، دي بوست لايت اتصال اللي هو الرقم البريدي. تليفون نمر، ايوه فعلا احنا لقينا هنا في الفيزيتنج كارت في تليفون نمر، في براكسس نمر وفي برايفت نمر. فاكس نمر تمام، اهو الفاكس نمر اهو. اند ايميل ادريس، هل هو انا كاتب ايميل ادرس؟ لا، بس هنلاقي في فيزيتين كارت جايه ان شاء الله برضو اين ايميل ادرس. نوخ مير فيزيتين كارت. بريمر واسر سبورت شولن، واسر سبورت شولن. طبعا واسر سبورت اللي هي مدارس السباحه، شولن مدارس السباحه. هيلجا شميتس كابتن، فيجي زاكا علي الف، وبعدين المدينه والبوست لايت اتصال. وهنا طبعا ذاكر ايني ايميل. كلاون اند ماجيا يوليان ديتكن، واضح ان دوت اين كلاون اند ماجيا، واضح ان دوت سيركوس، وكاتب هنا اسم الشارع والنمر بتاعه. طبعا دي زي ما اتفقنا دي اختصار دويتشلاند، وبعدين البوست لايت اتصال، وعندك دي شتات كولن، وهنا تليفون نمر، فاكس نمر، موبايل نمر، اند ايميل. كل ديت اين فيزيتنج كارت بتوضح لك كل مكان بيبقى بتقدم لك فيه خدمات ايه، والعنوان بالتفصيل بالتليفون ورقم الفاكس نمبر. نوخ اين فيزيتنج كارت، وطالبين من سيادتك تحدد زي ما اتعلمنا مع بعض كل اجزاء الفيزيتنج كارت او الانتسايج اللي موجود قدامنا زي ما اتعلمناها مع بعض، هتلاقيها سهله ما فيش فيها اي مشكله. هو حل اول حاجه الفاميلي نام. عايزين بقى نشوف كمان بيرفكت، داس ايست دي شتراسه، شتراسه واضح قوي ان هو اسمه شتراسه. بعد الشتراسه بيرفكت داس ايست هاوس نمر. اون دان بوست لايت اتصال، اون دان دان ايست دي تليفون نمر، فاكس نمر، اند ايميل ادريس.
شايفين بالترتيب كل حاجة واضحة ازاي؟ طبعا الموضوع سهل، مفيش فيه أي مشاكل، مجرد إنك تعرف معاني الكلمات كويس عشان يبقى عندك فورد شاتس، حصيلة لغوية تقدر تستند ليها لما يجي لك الامتحان، تقرأ التكست تبقى فاهمه، وتعرف كمان تكتب موضوع الأوفزاتس بكل سهولة، ميبقاش فيه أي مشاكل. تعالوا بقى الناحية التانية. Das ist Firma، ده اسم الفيرما. Vorname، طبعا ده الاسم الشخصي، وهو اختار لك الفاميلي نامي، اسم العيله. يبقى طبعا دايما الاسم الاولاني ده بيبقى الفور نامي، الاسم الشخصي، بعد كده ده الفاميلي نامي. weiter zusammengesetzt Wörter gar nicht so schwer. بيبقى دايما عندك كده في الالماني كلمات مركبه بتشتق من كلمه اساسيه، زي مثلا هنا كلمه نامي، زي ما اتعلمنا وشفنا في الفيزيتنج كارت جات لنا كلمة ايه؟ برافو عليكو، فور نامي وفاميليين نامي، زي ما اتعلمناهم مع بعض جينا من كلمة نامي، ودي خدناها أول حاجة خالص مع بعض. في ايست داين نامي، ما اسمك؟ وردنا قلنا ماي نامي اسم محمد. طب جاي منها برضو فاميليين نامي وفور نامي، يبقى في ايست داين فور نامي وفي ايست داين فاميليين نامي، نفس السؤال بس بدل ما أقول نامي بس هنحط فاميليين نامي وفور نامي. طيب نمر اللي هو الرقم، كلمة نمر عمومي يعني رقم، أخدنا منها تليفون نمر. إيه كمان؟ برافو عليكم، هاوس نمر. مين كمان فاكر كده معانا حطينا إيه كمان هنا؟ برافو، فاكس نمر. يبقى دي الكلمات اللي جات لي مشتقة من كلمة نمر. طبعا أخدنا تليفون نمر، هاوس نمر، وفاكس نمر. أوندو، عايزينك بقى تجاوب على الفراجن ديت. كراستك اكتب الفراجن واكتب الاجابات بتاعتها، انت بتدرب نفسك انك لما يقابلك اي سؤال في الامتحان تعرف تجاوب عليه كومبليت انسر. عود نفسك تكتب دايما اجابات كامله، ما تكتبش اجابات مختصره. في اس داين نامه، في هايست دو ميت فاميليين نامن، وير كومست دو، وو فونست دو، في اس داين ادغسه، في اس داين تليفون نمر، Wie ist deine E-Mail-Adresse? Was sprichst du? دي كده كل الفراجن المهمة اللي احنا قرناها مع بعض، يا ريت نكتبها ونسجلها كده على جنب ونحاول نجاوب على كل الفراجن. weiter. Was sagst du in dieser Situation? طالبين من سيادتك نقرا مع بعض شوية المواقف اللي بتقابلنا ونحاول ان احنا نفهمها عشان لما تقابلنا في الامتحان نعرف نجاوب عليها. Du verabschiedst dich am Telefon. لما سيادتك تحب تودع حد على التليفون، was sagst du? Auf Wiederhören. زي ما اتعلمناها مع بعض. Nummer 2. Du fragst nach der Wohnort. أنا عايز أسأل هنا عن مكان السكن. Was sagst du? Wo wohnst du? سيادتك ساكن فين؟ Du fragst nach der Adresse. برضو أنا عايز أسأل عن العنوان. Was sagst du? Wie ist deine Adresse? Du fragst nach jemandem am Telefon. لما تيجي تسأل عن حد في التليفون زي ما أخدناه مع بعض في التليفون Gespräch. Ist Frau Kaufmann da bitte? هي فلان موجودة؟ weiter. Nummer 5. Jemand fragt. Ist Herr Klaus da bitte? Ja, Herr Klaus ist da. Das ist die Antwort. لما حد يسألك السؤال ده على طول يبقى دي الإجابة بتاعته. Jemand fragt, oh, Entschuldigung, wie heißen Sie? لما حد يقولك معذرة اسم حضرتك ايه؟ يبقى هو ما سمعش الاسم كويس وعايز منك تعمل بوخش طبيعي للنامن. ايش بوخش طبيعي؟ فرانك. F-R-A-N-K. Du begrüßt jemandem am Telefon. اما تيجي تحيي حد على am Morgen، بتحيي حد في الصباح هتقول له Guten Morgen. Du gehst ins Bett. لما تروح تنام هنقول ايه؟ جوتي نحت او شلاف جو. كل الحاجات دي مهم جدا انك تكون عارفها، لان بتقابلك كتير في الالتاك سيتواسيون اللي بتجي لك تشوز في الامتحان او زفيلن. نمر 9. يمند فخط، في حد بيسال. خلي بالك لما حد يسالك لازم في اختياراتك يكون في اين انتفورت اجابه. فوير كومين زي، حضرتك جاي منين؟ في هايست دي انتفورت، زي ما اخدناها قبل كده مهم نفهم الجزء الثاني طالب منك فيه ايه. Ich komme aus Ägypten. Du fragst nach der Herkunft. طبعا كلمة Herkunft يعني موطن. Was fragst du? هنسأل نقول إيه؟
voir comme dou. دو بغوص يمندم ام فون في تسين اوا. اما تحيي حد في الساعة دي، ودي تعلمناها قبل كده، خلي بالك بنكررها كتير عشان بنجيلك كتير في الامتحان، ان يكتب لك الساعة في صورة ال 24 ساعة مش في صورة ال 12 ساعة. طبعا الساعة 15 اشيل منها 12 هتبقى على طول الساعة 3. لما تكون الساعة 3 اتعلمنا نقول ايه auf Deutsch was sagst du، بنقول guten tag. du fragst nach der Sprache، اما اسأل عن اللغة was fragst du، هنسأل نقول ايه لما نيجي نسأل عن اللغة was sprechen sie. نبدأ بقى نحل مع بعض على ال Alltag Situation. نمر 1 du verabschiedst dich am Telefon was sagst du. اما اجي اودع حد على التليفون ايه المفروض نقول ايه في ام انده؟ ممتاز برافو عليكم، نقول او فيدر هيرن. يمن فراغت woher kommen sie wie heißt die antwort. لما حد يسالك يقول لك حضرتك جاي منين، ايه الاجابه؟ بيرفكت ايش كوم اوس اسبانيان. مهم او تعرف لما يكون حد بيسالك ولا طالب منك تختار سؤال. نمر 3 دو زاجست Ich spreche sehr gut Deutsch. أنا بتكلم ألماني كويس جدا. Was bedeutet das؟ ده معناه إيه؟ ده معناه إن Deutsch ist meine Muttersprache، إن الألماني هو اللغة الأم بتاعتي، عشان كده أنا بتكلمها sehr gut. إنما تعالوا نقرا كده بقية الإجابات. Du sprichst nicht gut Deutsch. طبعا ده عكس الكلام. Du sprichst aber gut Deutsch. هو قال sehr gut مش gut بس. Sehr gut يعني very good كويس جدا، انما aber gut يعني الى حد ما كويس. Du sprichst ein bisschen Deutsch. قلت لك اتعلم معايا كلمه ein bisschen عشان دي هتستخدمها كتير في التكست اللي انت بتكتبه في الامتحان. ein bisschen يعني مقصر. بكده نكون خلصنا الشغيت بتاعتنا اللي اتعلمناها مع بعض ورجعنا عليها في شغيت نمر دي اند ايه. وزي ما اتعلمنا دايما بنوصل مع بعض لنواتج التعلم الخاصه بالشغته والليرنت سيل بتاعتنا. اتعلمنا مع بعض اين فيزيتن كارت ليزن اند فرشتين. اتعلمنا وفهمنا كل الاجزاء اللي موجوده في اي فيزيتن كارت، وقلنا فيزيتن كارت دي حاجه زي الانتسايج الاعلان عن شركه او عن اوتيل او عن براكسيز عياده. زي ما احنا شايفين احنا اتعلمنا الحاجات دي مع بعض. ديت كده اسم شركة فيها كل الديتايلز اللي اتعلمناها، اللي هو تليفون نمر فور نامي ونخ نامي الاشتراسة وند الهاوس نمر او المكان اللي موجود فيه الشركة، وخدنا فاكس نمر، وخدنا كمان الايميل ادرسة بيبقى مذكور فيها. اخدنا كمان ازاي نعمل اين فورمولار او سفولن، ازاي نكتب فورمولار نملى بياناتنا في اين فورمولار. ده بنقول برضو بنعبر عنه بكلمة تانية اسمها اين انميلدونج. انميلدونج يعني نسجل بياناتنا. وزي ما اتعلمناها كده في الجزء بتاع هوتيل امير، عرفنا كل الانفورماسيون اللي تبقى مطلوبة منك عشان تملى اين فورمولار. وطبعا ده برضو بينفعك لما تيجي تملى ابلكيشن في اي مكان، هتقدر ابلكيشن زي كلمة فورمولار كده بيقولك اطلب منك يكتب بياناتك الفور نامي فاميلي نامي اشتغاسة شتات اوند لاند. بكده نكون خلصنا الحلقة بتاعتنا النهاردة. ماين ليبن شولا اون شولارين فيلن دانك فير ايري اوف ميركزامكايت اون بيس بالد ماين ليبن شولا اون شولارين فور برايتد فون فراو لا علي اون ريفيديرت فون فراو سلوى يحيى اون تشوس ماين ليبن شولا.